وما هو هذا المسجد الذي أسس على التقوى؟ جاء عند مسلم من أن رجلين تنازعا عند النبي صلى الله عليه وسلم في أيهما الذي أسس على التقوى، أهو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مسجدي هذا. قال ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء المحققين قال: كلاهما أسس على التقوى، فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فبطريق الأولى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.